روحوا اسألوا الكبار، الكبار بالعمر بيعرفوا. انت بس تكبري بدك تضلي هون ولا بدك تسافري؟ بدي اسافر طبعا. بدك تسافري؟ ايه بدي ادرس. ما بتحبي الضيعة؟ لا. ترجعي الضيعة ولا متى ما تركتي رح ترجعي ولا لا؟ بلا رح ارجع، بلا بحب الضيعة. ليش بتحبيها؟ كثير ناقصها اشياء كثيرة. ايه يعني اكثر ما بتتصور. الوضع يعني الوضع شوي انه شلون الوضع المادي صعب شوي، العالم عم تدور، كل انسان طموح بطبعه يدور على شيء احسن. مثلا هلا اخوي مثلا شلون يعني عنده محل ولازم يشتغل ولازم مثلا يكون له زبونات خاصه فيه، اشتغل اول فتره بس انه شوف شاف الشغل شوي شوي عم يقل، فقال بدي اروح اجرب حظي بالشام، وفي كثير شباب بالشام يقوم القامش. مو قصة اهرب بس انه شلون الواحد قد ما كان يعني قد ما كان الوضع صعب الا ما يتمسك بلده. كان في شيء ثلاث سينمات. ثلاث سينمات، وهلا كم سينما فيها؟ هلا ولا سينما، اسمها سينما دمشق. سينما دمشق. إيه. هاي افتتح السينما هاي بعام 1962 صيفا. يعني مثل قبل هالوقت، يعني قبل هالشهر هاي ببداية الصيف. أول فيلم نعرض هون بهالسينما كان رد قلب، عفوا فيلم قلبي دليلي. قلبي دليلي للمطربة الله يرحمها ليلى مراد. شو أكثر فيلم عمل ضجة؟ والله الأفلام اللي ضجة الأفلام الهندية هو فيلم عنتر بن شداد. عنتر بن شداد أطول فيلم انعرض هون لفترة شي شهر وشوي. أنا كنت عم بقلد الأفلام الكوبوي، بحط برنيطة، بحط مسدس من التقليد، ها، وبحط لباس بلبس الكوبوي، ونلبس قمصان التربيع مثل هاد، ونطلع الشوارع نحن وعمال السينما. يعني كنا اثنين ثلاثة مع بعضنا، كان عم يجيبوا لنا برنيطات، صاحب السينما الزاد كان عم يجيب لنا برنيطات حتى نقلد. ايه بنجي نلتم الشباب هون الصالة، كان نحن عادة كليتنا شباب الصالة وما تبقى فوق العائلات وقسم قدام كانوا هدول للناس اللي يحبوا اللوج، يعني دائما يكونوا ولا زال في قسم منهم يحبوا اللوج. وين الشاشة؟ هاي الشاشة. وين الشاشة؟ هاي الشاشة. وين الشاشة؟ هاي الشاشة. هاي كانت غرفة قطع تذاكر، والشباك ينفتح طبعا والعالم من هنيك عم يقطعوا تذاكر. طبعا الماكينة كانت موجودة هون، في لها بوبينتين، بوبين فوق وتحت، ينعرض الفيلم يطلع الضوء من هنا ينضرب على الشاشة. هون لمراقبة الفيلم. بالنسبة لعملي أنا طبعا بعد الانقطاع من السينما، وقبل كنت عم بشتغل أعمال فنية يعني مثل الخط والرسم، وكنا نمارس الخط بالسينما طبعا من خلال عملنا أفيشات وشغلات، بعدين اتجهت للفن التشكيلي. ما في هجرة هون، يعني انه كهجرة نهائيا ما في. اخوك شو بيشتغل؟ خياط. اخي هون خياط. خياط وين سوين؟ بالشام. وين بالشام؟ بدولة. اي والله شبال، يعني اذا واحد متجوز وعنده بدر وشطه، يعني ما في شغل مثل صناعي، شغل صناعي، لحتى كل شاب توجه معين، بلد معتمد زراعي، يعني الأرض مو كل الناس عندها أرض. والله هون اللي إلهم أرض بالضيعة وأحوالهم شوي مليحة سكنوا، بس بيرجعوا على الضيعة، يعني ما تركوا على الآخر. ما في مواسم. كيس السماد حقه 700 ورقة، كيس شميته حقه 500 ليرة. أبي هالضيعة منين بدك تاكل ومنين بدك تشرب؟ إذا ما عندك أرض ما عندك إيراد، منين بدك تاكل ومنين بدك تشرب؟ في عمة لعائلتي ترك الضيعة هون وساكن بالشام بالعمارة. بالعمارة؟ بالعمارة. ايه.
بأجار رخيص وقاعدين هناك بيشتغلوا على بسطات كمان بسطات عربيات درا وما درا يا أخي أحسن منه لو ما ملاقي لقمة أكل يأكل هناك ما ضلوا تركوا أتصور الدنمين ونص دولة على 9 أولاد شو بدنا يعملوا يجي شو بدك تعمل هيك صار الريف هيك عادة الريف أي والله كتار أي والله كتار بكره بتنصح بناتك ولادك لا يا اخي شو بدهم ولدين بكفي بكفي وبزياده ورجولي ما لها علاقه لك لا يا عمي شو ده هاي ما لها علاقه هاي ما لها علاقه مشينا واكتشفنا ان الذهب في سوريا مرمي بالطرقات الذهب الابيض القطن الذهب الاصفر القمح الذهب الاسود النفط الذهب الأخضر الزيتون بلد فيها كل شيء كل الألوان وكل الثراء وهذا شيء بيخلينا نتفائل هلا هون ما قلق أنا بضيعة هون بالنسبة للضيعة هي كانت الضيعة القديمة هون والسات الأهلي فيها بالعكس في عالم عم تجي على الضيعة ما عم تترك الضيعة بس في هي الضيعة الصفصار المقلق عنا هون هي اللي بعيدة هي اللي على الطريق النهر يمكن انتو غلطانين في هي الضيعة هي كانت كلها تراب وهي تركوها أهلها يعني كيف هلا كان مثل ما بتحكي بيتين تراب وبعدين هلا كبرت شوي بس في عالم ما تتركها ليش لأنه بعيدة عن الطريق العام يعني دينا بعيد مدى الدنيا حاجيت ناجيت كل واحد منا قلبو حكاية أنا من هون من خريصو حاليا أنا هون أنا كنت ساكن بالشام جيت لهون يعني معرفتي بالناس قليلة خلال هجرة ما هجرة ما شفت حدا مهاجر يعني كله شفته عم يجي يعني عندنا بشكل عام المدينة وقيف متصلة ببعض يعني ما في مثلا نقول مثلا مدينة وضع شيء وقيف وضع شيء يعني كله وقيف يعني مدينة متصلة ببعض يعني ما في حسب الوظيفة حسب بينتقلوا على الساحل تشتغلوا وتعملوا بالزراعة تدبروا مصالح ليش بينتقلوا؟ الجبل كله جبل فقير ما في شيء والله الشام يعني ربيت فيها حلوة كثير بالنسبة إلي شو الشام؟ هي روح بلدي إن بلدي عاصمة بلدي يعني شو الشام؟ اسم سوريا هي شو؟ محتمل إذا مثلا صار لي مجال أرجع على الشام بوظيفة أو كذا بدي أرجع شو بتحلم؟ شو بحلم؟ صغير كان عمرك 6 سنين أنا معلم ميكانيك ممكن صغير بحلم صغير معلم ميكانيك بس عمرك 5 سنين معلم ميكانيك؟ كنت صف ثاني تالي تركت المدرسه لا معي معهد ميكانيكا انا محصل معي يعني حريصون يعني بتضل هي بلدي اللي بدي موت فيها مثل ما بيقولوا تركت الضيعه شي ونزلت على الشام انا لمت الاجباري اشتريت على قصر الارض بعولك مدي خدمت الاجباري وجيت قعدت هنا طيب وين راحوا الشباب اللي بالضيعه والله ما يروحوا يعشكروا لك والله يا اخي روح بيدور حتى يعيش بيدور على محل يعيش منه فإذا كان مدينة في شغل بدي يروح إجباري الشاب على المدينة حتى يشتغل وقت بيكون في شغل بالقرية أبي يروح على المدينة بيدور يشتغل يعني يعيشه أشلون أنت مرتاح بالضيعة بدي واحد يعيش يعني صح طبعا مو مرتاح واحد لا والله مو مرتاح لا والله إذا ما اشتغلت بأرضية وجينا أبو جاني من الدولة والله أنا بدي نفيد الدولة مين الدولة بدي نفيد هلأ أراضينا لأنه في مي وحد سقية بيشتغل بالزراعة لو في معمل بيشتغل هون معمل هون ما في شيء لا والله أنا ما فيني أنزل على الشام كوني لحالي يعني مع الخثيرة بس الشاب المثلي يعني مثلا اللي زي بيته مثلا تضرب على الشباب يطلع بيفكر أخي عمي بدك مدخول هلأ مثلا إذا كيلو يفرج 70-80 ليرة سوري إذا ما كان عندك مردود 150 ليرة سوري فيك تشتري فروق بالظاهر بعدة عن المنطقة بعدة ما فيها حدا مثلا يدعمها يساعدها لا من أمي ما نحصل شي ضيعة تقريبا بتفكر شي يوم تترك الضيعة وتنزل تهاجر لبرا الضيعة شو بدي اتركها شو في برا الضيعة شو أحسن من برا الضيعة إذا حد دبرنا نطلع صرنا شغل برات هون أما قص لأن هون يعني شغل ما في قليل نادر أنت مبسوط بالضيعة؟ هلق شو بتعني لك؟ بتعني لي كل شيء شو بدي تعني لي؟ تمنيت لك فرصة عمل أحسن بالشام تنزل على الشام ولا بتضل؟ لا صاير لي شغل هون ما بنزل على الشام والله إذا صار سمحتنا فرصة ليش لا؟ في عساكر في شو مكان يعني هون؟ بيروحوا بيشتغلوا مثلا بيكون وحيد بحاجة بيروح بيشتغل بلبنان وبيرجع
بلبنان اكثر شو للشام؟ والله بالشام وبلبنان. هاجروا في عالم راح اشتغل على لبنان يروح يشتغل بلبنان. اشتغلت بميروبا واشتغلت بالمتيك والظهر الشوير والظهر البيضاء وبيحصروا شو ناقصها؟ والله يا خي شو بعرف شو ناقصها ما بعرف ان شاء الله. أنا حبيتي أكثر الضيعة ولا الشام؟ لا والله الضيعة بحبها لقى الضيعة ربيسي هذا بحبها. الضيعة بتعتبرها مرتاحة؟ شو مرتاح فيها؟ لا والله مين مرتاحة والله شو يعني؟ في حدا ما بيحلم يعني بس يعني. كنت ناوي أصير محامي بس أسف شديد ما أدرس أصير محامي أدرس أدبي يعني نجحنا التاسي صف التاسي يعني. أنا عم تحرم كنت راسي بسنتين أنا جبت علامات عالية بس ما صح لنا كان معدلي 220 كنت راسي بسنتين ما صح لنا بدي أطلع مثل خالي بس أنا ما قالها لي حتى واحد ما تهمي ما تبكي تحب يقولها لي ولا مرة بحياتك طلعتي برا الضيعة؟ لا ولا مرة بعد ما خلقتي لهلا كمل بالضيعة ايوه ما سلتي على الأندية لا ولا مرة شو سويتي بالشام؟ شو سويت؟ كان عندي راسي وفحصت بالشام كمل الناس تطفي كم ولد وبنت عندك؟ 11 طيب هلا إذا عندك بنات تتجوزوا كم واحد بتقوليهم يجيبوا؟ تجوزوا كلن وجابوه جابوه وما جابوه سكروا المعامل وقعدوا هالوقت هيدا ما في الواحد يعيش أولاده يعني اثنين أو ثلاثة يعني العشق ذبح ينذبح بس تصير بيتها القد بتلاقية تزق العش يبو يلا بيطلع التلفزيون بيقولها لي على السينما كلمة زلهم سهرانين والله هو ما كل ما يروح ويرجع انه ما حدا بيترك اهله وبيترك هي ما بيروحوا وبيرجعوا شيء من فقر شيء طبيعه عمله هنيك شيء موصين ساكنين بالشام يعني انا تغربت 35 سنه ما لقيت اشرف من الضيعه تبعي بحب القدموس وانا بتمنى يكون عندي اي شغله حتى اشتغلها هون وما اطلع على الشام اشتغل كلمه الشام شامه الدنيا ما في احلى من الشام اللي بيقدر بيعيش بالشام واللي عنده امكانيه الشام حياه ثانيه بالشام انا شغل بالشام شي شهرين ثلاثه وطلعت وظفت هونيك وانتقلت على الاسقية وجيت على طبخ وانا ندور لانه بيت اذا ما تضمن بالمدينه يا اخي براتب شو بدي اطلع راتب يعني 4-5 عيالنا ب 1800 ليره ما ندفع بيت 3000 ليره اضطرنا نروح ونجي كل يوم بقيت 3 سنين نروح على الاسقية وارجع بسبب شو؟ يعني راتبنا ما يكفينا غير اجر طريق منشان ما ندفع زياده فوقنا للبيت يعني. ايه نحن عايشين يعني بدك تعتبر انه اولادنا عايشين بالليل اذا ما قريناها بالنهار فين يقروا بالليل لانه ما عندنا ضوء. منطقه حلوه بس ما عندنا خدمات نهائيا يعني نسبه الشباب اللي راحوا ما عاد رجعوا فيه بقول لك نص سكان الضيعه بالنص اذا مو اكثر. الشيء متطوع بالجيش من قله المال من قله الخدمات الموجوده عندنا ما في معيشه راحوا طوعوا بسلك الدوله بالجيش. وسكنوا هني والله أغلبية نص التاني عم يشتغل برا بيجي بيزور أهله وبيرجع قدمت مرة واثنين وثلاثة بسلك الدولة تفية أمن عقد اشتغل بالمرفأ اشتغل بالمحطة الحرارية ما حد يرد عليك ما في أول كلمة بيقول لك يا أخي في مصاري بتفوت ما في مصاري بتفوت هنا بتركوا بروح يعني مشوا من القلة يعني ما في صيد ما في شغل فهمت علي مثل ما قلت لك هاي بوابير الجرف وبوابير جرف البر والدولوميت هذا اللي الناس خلت تترك المينا وتهرب سافروا بالبحر اكثريته يطلعوا بالبواخر الكبار قلة شغل اكثر شيء هلا ممكن انا هلا رزقتي هلا بهالبحر هالكام شهر بعدين ممكن انا يعني اقعد 6-7 شهور بدون شغل مثلا دبر حالي بالمرفأ كل يوم مثلا 150-200 ليره بس ممكن يعني انا اتدين واهرب هريبه انا لم يعني اذهب لم اغادر خبب الا نادرا والانسان الذي يعمل في المدينه يحتاج الى السكن بالقرب من يعني من المكان الذي يعمل به الوسائل كلها موجوده بالشام يعني شو بطلب الواحد موجود بالشام
يعني بهالعمر ما يعني بدك هاي الحلم يكون للشباب للطالعين جديد. يعني اجباري الشباب، اجباري الشباب بدهم يروحوا على المدينه يدوروا على شغل، بس مضطرين يتركوا الضيعه بحث عن العمل. خالته قديش بتشتاقي لاولادك المتغربين؟ اي طلعت انا ما خليت، يعني رحت على سافرت على الامارات وسافرت على روسيا وسافرت على فنزويلا، وبس انه اشعر حالي باني صرت انسان فعلا ارجع، لانه تعودت انه هون اعيش بالقهر ما اشتغل. هيك تعودني، لا بدي هاجر ولا بدي اسي ولا بدي اعمل، عايش هون. اهم شيء يلاقي نفسه. انا رحت على فنزويلا اخر شيء لقيت انه كل شيء مفتوح لي، بس للاسف بس انه شعرت حالي انه انا انسان مثل اللي تهت ورجعت لواحد تضيع، انه انا مش انسان. والله في امور بنعرفها وفي امور ما بنعرفها وفي امور بنعرفها وما بنقدر نحكيها يعني، بس الامور واضحه وصريحه. هاي الطاوله بتعبر عن الطاوله، بتصور انه نحن هون بنفكر انه هي نحن انبسطنا، بس هي نتيجه ضياع. الدول المتحاضره هي بتقبل كل شيء، ما بتعرف اسود او ابيض، بتقبل اراء الكل. الإنسان يعرف إنه أنا بس إنه أعرف إنه أني هلق أني صلي 7 شهور عم بعمل قرض، معاملة قرض فايت فيها أني، وأنا أكثر الناس بحاجة لقرض. للأسف إنه بشوف إنه الناس اللي مش بحاجة لقرض الواسطات طلعوها الواسطات فهمكم كيف. والله الشام تعني لأهلها، نحن هي عاصمة إلنا هي دمشق، بس ابن الشام شكل ابن سويدة شكل، نحن كلنا تابعين للشام، بس بالنهاية في ابن سويدة، في ابن الحسكي، في ابن درعا، مفروض كلنا نحس نفس الشعور. ابن الشام صاير له مو صاير لابن سويدة. نبلد ونخبط شبابنا برا. عشام عشام ماشي عشام عشام اطلع 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 عشام 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 ماشي عشام عشام. الوشيش عم يصيح هون دائما من الصبح للمساء عشان ياخذ له 100 ليرة يومية يعيش فيها. هاي هي ايش شغلته، بس ينشف ريقه ويرفضه. كم واحد بينزلوا على الشام وبيرجعوا قديش ما بيرجع؟ يعني اللي بده يروح في سبيل المعيشه بيروح وما بيرجع. كيف تعرفوا انت؟ يعني يكونوا عده اشخاص 7 8 9 10 ينزلوا مع بعض وبيروحوا ما بيرجعوا يشتغلوا بالشام مثلا او بلبنان. قطعنا اكثر من 3000 كيلومتر من محافظة لمحافظة، من ضيعة لضيعة، من جبل لجبل، وأخيرا نحن على طريق الرجع للشام. لقينا أن الطريق كان له معنى بالنسبة إلنا وبالنسبة لكل الناس المتجهين معنا، ناس عم تقرب من حلم، ناس عم تقرب من بيتها، وفي ناس عم تبعد عن الحلم وعن بيتها. عشام عشام احكي يا راوي احكي حكاية، ماذا بك تكون رواية، احكي لي على ناس زمان، احكي لي على ألف ليلة وليلة، ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان. حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا، حاجيتك ما جيتك، كل واحد منا في قلبه حكاية، كل واحد منا في قلبه حكاية. احكي وانسى باللي احنا كبار، في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية. احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار، ولا الطير اللي عمرو ما طار، فهمنا معنى الدنيا. حاجيتك
جيت ودينا بعيد مدى الدنيا جيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية يا روي كي ما حكاو لك ما جيت ما تنقص من عندك قال يشفى ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية سيد حلمي نتيجة القهر لا شنو؟